هم هذي أصحاب الورش الفنيين هوت الكهرباء. في الدرس الأول من دروس رافعات الفولتية بطريقة التابات، تصميم ولف وصيانة. إن شاء الله هاي السلسلة راح تشمل كل شيء. سابقاً لدينا السلسلة فوق موجودة لفة تصميم رافعات الفولتية من الألف إلى الياء، كانت بطريقة الرفعات، وإن شاء الله اليوم بطريقة التابات. أول ما نبدأ بالقلب الحديدي، هذا القلب الدائري اللي طوله 10 وعرضه 7.6، وهذا القلب الاي اي اللي 10 ب 7.6، وهذا قدامكم القلب ان شاء الله اللي راح الفه ايضا 10 ب 7.6. هذا حريدي جاني وصنعته اني، وان شاء الله هو راح الف فيه. او جاني حديد بعدين بابا صنعته، جاني حديد بعدين يصير 9 ب 8.4 تقريبا، يعني احسبها من جديد اشوفها، ونفس المساحه اللي هي 10 ب 7.6 يطلع 76 سنتيمتر مربع، اسوي ايضا 76 سنتيمتر مربع. هنا ليش اتغير هذا الشيء على مود المحيط؟ يكون المحيط يعني طول اللفه او محيط اللفه يكون عندي اصغر بسنتيم وشويه، راح يفرق لي بالسلك ونفس الكفاءه، ما تغير شيء. جاي تلاحظون ايضا شيء جديد انه كتابه لي جوا بالفيديو وتطور القناه مالتي، فاحاول ان اترجم الفيديوهات ان شاء الله لمختلف اللغات. نبدي بشرحنا. اول شيء الفرق بين التابات والرفعات. الفرق بين التابات والرفعات على مود نفهم الموضوع، هذا القلب الحديدي اللي هو هذا بالحسابات نجي عليها ان شاء الله شلون نتعلمها. 0.7 لفه، يعني لفه الا تسوي لنا فولت على مود تفهموها. لنفرض عندي قلب حديدي مساحته 45 سنتيمتر مربع، يعني هذا لفه لكل فولت. فنفرض عندنا هذا، نفرض عندنا لفه لكل فولت، وراح نحكي عن لفه لكل فولت على مود نشوف الفرق. هنا لازم الف عدد لفات تكفيني 220 فولت بالرفعات، بعدين الف الرفعات اللي هي ترفع 80 فولت، يعني تبدي من 140، هاي الرفعات. التابات ايضا هي تبدي من 140 الى 220، وهنا ايضا تبدي من 140 زائد 80 220. بالرفعات اول ملف لازم الفه بعدد لفات تكفي ل 220 فولت، اذا لفه لكل فولت يعني 220 لفه. بينما هنا بالتابات اول ملف 140 لفه فقط اذا لفه لكل فولت، يعني كرر كلمه اذا لفه لكل فولت، لان فرضناها احنا والقلب الحديدي اقل من لفه لكل فولت. فهنا الفرق هسه عندي 80 لفه وفرت، بعدين 16 ب 16 ب 16 ب 16 هاي لبسها، ففرقت 80 لفه. تتصور 80 لفه مو شويه، اذا شلك نحاس راح يدق وزن وياخذ وزن اكثر، وفرت انت بهاي الحاله. الشغله الثانيه انه هاي المساحه اللي جاي تشوفوها قدامكم، هاي المساحه اللي هي لبسها، هاي المساحه وبالقلب الدائري هاي المساحه راح يكفي، يعني في اغلب الاحيان يكفي عدد اللفات، باغلب الاحيان تكفي عدد اللفات. بينما بالطريقة الرفعات احتمال تكفي واحتمال ما تكفي، لان عندي انا 80 لفه زياده اذا لفه بكل وقت. زين، هاي الاختلاف الثاني. الاختلاف الثالث انه بطريقة الرفعات، انطي هنا الرئيسي اذا كان 140، اذا كان 156، 172، 188، 204، اذا كان 220 راح انطي هنا
الرئيسي، ومن هنا اخذ الخروج. يعني اذا انطيت من هنا 140 جت في كهرباء اخذ منها الخروج، اذا جت في كهرباء 156 اخذ منها الخروج، اذا جت 172 اخذ منها الخروج. والخروج يتحكم به ريلي مثل ما شرحناه سابقا، يتحكم به ريليات وكارت، لان بطريقه الكتابات اذا جت 140 راح الدخول منها والخروج واحد ثابت. الخروج هنا انتبه، الدخول ثابت والخروج متغير. الخروج متغير يتحكم به ريليات، هنا الخروج ثابت والدخول متغير يتحكم به ريليات. فاذا جبت 140 راح يدخل منها، ومنها هاي ترفع لي وتنطيني 220. اذا 156 الريلي راح يحول هنا الدخول، يصير هذا الرئيسي وهاي الرفعات. اذا 172 الريلي راح يغير الدخول هنا، يصير هذا كله رئيسي وهذني رفعات، والخروج منها ثابت. اذا 204 ايضا هذا كله راح يصير رئيسي، و 16 و 16. اذا 220 هو يخرج نفسها مثل هنا بالرفعات، اذا 220 تخرج نفسها وهي قاعده. زين، بنظام الرفعات، بنظام الرفعات خلينا نقول الكهرباء 204، خلينا نقول 204 يعني يدخل هنا 204 وتطلع من هنا 220. هاي الملفات كلها قاعده ما تشتغل نهائيا، بينما بنظام التابات لا، دائما الملفات كلها تشتغل. اذا 204 هاي كلها تشتغل وماخذه 204 ومطلعه منها 220، واذا 172 الملفات هاي كلها تشتغل ومطلعه منها 220. عدد الملفات اذا لفه لكل فولت هاي كلها 220، بينما هاي بس 220. هاي فرق. الفرق الاخر حكينا احنا عن المجرى، المجرى هنا سهوله ان يكفي، هنا صعبه ان يكفي. الفرق الاخر في طريقه الرفعات، لان الرئيسي ثابت، لان الرئيسي ثابت، فش كنت اسوي؟ الف منا ملف وطلعه اغذي به الكارت اللي يغذي الريليات. اما بطريقه الرفعات هاي الشغله ترهم اذا كان الكارت مالتي ديجيتال، وللاسف ما عندي حاليا كارت ديجيتال. اما اذا كان الكارت انالوج مثل هذا انالوج فما ترهم نهائيا. ليش ما ترهم الكارت الانالوج؟ ما ترهم لان اثناء تحويل الريلي من هذا الى هذا راح يصير قطع، يصير قطع بالكهرباء. هذا القطع بالكهرباء راح يصير يطفي ويشتغل الكرت، يظل يطفي ويشتغل مثل ما راح تشوفون هسه. هنا ايش راح يصير بالمصباح؟ يعني صار مثل الجرس، مثل الجرس القديم، تنقطع الكهرباء وترجع له، تنقطع الكهرباء وترجع له. فلهذا ما يرهم تغذية من اللي صار مثل الجرس، يقطع ويدق ويطفي، ويقطع يدق ويطفي، ويتصل ويدق ويدق يطفي، وهكذا مثل الجرس، مثل الجرس. شو أصدقائي اللي صار قبل قليل شلون؟ هنا نابض يرجع المنطقة هاي، هنا مال الجرس هذا مالنا وهاي مال الجرس. لما تيجي كهرباء من هنا تيجي كهرباء من هاي بلاتينات توصيل، وتيجي كهرباء راح هذا الملف يدفع عتلة منها يدق جرس، من ذا الجرس انفصلت الكهرباء، من انفصلت الكهرباء رجع هنا، اجت الكهرباء النور راح يدق جرس، هنا وصل دق الجرس انفصلت الكهرباء راح يرجع، وهكذا من رجع جت الكهرباء دق جرس، وهكذا يظل. هاي شغله قبل شويه صارت، نفس الشيء صارت هنا بالريلي، لما يوصل تجي كهرباء، لما يحول باللحظه اللي يحول بيها تقطع الكهرباء، وهكذا. فصار هذا الشيء عندنا، فراح يصير قطع بالكهرباء. يعني بنظام التابات لازم اغذي بمحوله خارجيه اذا عندي كارت
انالوج، بينما اذا عندي كلب ديجيتال لا، هم معالجين هاي المساله بالبرمجه مالتهم وبنظام البرمجه مالتهم واضافه دايود او متسعه الى اخره من الامور الالكترونيه اللي ما اقدر اتدخل بها. اكو فرق اخر جدا مهم ب خلينا نقول عندي محوله تخرج 20 امبير. المحوله ال 20 امبير تخرج بنظام الرفعات، اقدر اخلي هذا الريلي اللي جاي تشوفوه، هذا الريلي اللي هو 40 امبير كلش كافي عليه، لان التحويل هنا والتخريج كلها 20 امبير. اما بنظام التابات راح يكون التحويل مالتي بالدخول، يعني الريليات راح تشتغل بالدخول. الدخول مال ال 20 امبير تقريبا 32 امبير، من اخلي هذا الريلي هو 40 والكلوز مالته 30، راح يمر بالكلوز 32، نورمال كلوز راح يمر ب 32، هو النورمال اوبن 40 والنورمال كلوز 30، فاكيد راح يضرب عندي هذا الريلي، فما اقدر اشتغله بنظام التابات، ما اقدر اشده بنظام التابات. ليش؟ لان انا جاي اشد الريلي على الدخول، هو اللي يحول لي الدخول، فالدخول مالتي 32 امبير اذا كان الخروج 20، في حاله الخروج 20، في حاله عندي والله 20 في 220 تقريبا 4 كي بي اي. اذا كانت عندي 4.4 كي بي اي او 4400 فولت امبير، اقدر اشد هذا بالرفعات، بينما بالتابات ما اقدر اشده. فطبعا افضل ان اخلي دائما الريلي اكبر بهوايه من المطلوب، فاخلي هذا او 60 النورمالي اوبن والنورمالي كلوز 50 50، فراح يدخل بالنورمالي كلوز وبالنورمالي اوبن تقريبا 32، كلش كافي عليه وما راح يروح عند الريلي. فاذا كان نظام التابات يعني احتاج ريليات اكبر اعيدها بنظام الرفعات، الريليات على الخروج والخروج 20 امبير، اوكي ممتاز. اذا كان الخروج 20 امبير فالدخول 32، الدخول هو شو يسوي؟ الدخول هو الخروج زائد امبير الرئيسي، امبير رئيسي تقريبا 11 او 12 و20 32، فهاي ال 32 كلها دخول. اني غيرت هنا بالدخول، غيرت عن طريق شنو؟ عن طريق ريلي. هذا الريلي راح يفوت ب 32 امبير، ما اقدر اشتغل هذا اللي سابقا كنت اشتغله بالرفعات، لازم اشتغل اكبر بهوايه من عنده. يعني هذا 20 امبير بينما هذا 30، هذا 20 نورمالي اوبن والنورمالي كلوز 30، بينما هذا نورمالي اوبن 60 والنورمالي كلوز 50. انا اشتغل عن النورمالي كلوز، لان تشوفون الربط دائما يمر بالنورمال كلوز، خاصة إذا كانت الكهرباء 140، فراح يمر بكل الريليات المربوطة الخمسة بالنورمال كلوز 32 أمبير. 32 أمبير ما راح يستحمل هذا الريلي السابق اللي كنت أشده بنظام الرفعات، لأن أنا اشتغلت نظام تابات.